عمرو اديب برضو مصمم ان هو يقول للناس ويخوف الناس في الدول العربيه والاجنبيه والناس اللي بتتفرج عليه في مصر ان الانهيار الاقتصادي هيحصل بعد 4 شهور، وان لازم اللي احنا نتقشف، ومش عاجبه الطريقه اللي الرئيس السيسي والحكومه بتعملها مع الاقتصاد، وعايز نسمع لنصيحه والدته انها بتقول يعني بتقول اللي يحسب الحساباتي في الهنا يباتي زي ما هو بيقول. فحرام حالته بقت صعبة قوي بعد الموجة الهجوم بتاعته هو وعماد أديب. بس لو عمرو أديب بس أقول خلاص واحد يعني إيه ما يعني بيفكر بطريقة مختلفة مثلا، لكن هو عماد أديب في نفس الأسبوع ونفس الكلام. عماد أديب بالمناسبة طلع قال إن المصريين السنة الجاية هيحصل انهيار اقتصادي في 2023، والمصريين هيهربوا على إيه بقى؟ على السودان وعلى إيه؟ وعلى إيه؟ وعلى ليبيا. يعني المصريين بقى لهم 5000 سنة عمرهم ما سابوا مصر في الحروب. دلوقتي جه الوقت اللي إحنا بقى نروح ليبيا ونروح السودان. طب ليه مثلا ما نروحش السعودية؟ ليه مثلا ما نطلعش على إسرائيل مثلا؟ لا ما يقدروش طبعا، قناة ام بي سي مصر طبعا قناة سعودية وليها سياستها اللي بيشترك فيها عمرو أديب وعماد أديب. فطبعا ما ينفعش تجيب سيرة السعودية في الموضوع، رغم ان السعودية قريبة جدا، المصريين ممكن يقدروا يروحوها ماشي، ويقدروا يروحوها بالعبارة برضو وبالمراكب بتاعة الصيد دي، ممكن نطلع على السعودية لو هو كلامه صح يعني بالمرة بقى. يعني انا عن نفسي هبقى في مصر ساعتها، فهطلع السعودية. اقول الواحد يعمل ايه؟ عمره ببلاش كده وياكل عيش تميس والدنيا تبقى تمام. فبرضه يعني ايه؟ يعني انت بتقول ليبيا والسودان، لا احنا هنغير الموضوع ده بقى، هنطلع على السعودية. تمام؟ فانت في المقالة الجاية او احنا هنعمل مقالات بقى، لازم يا جماعة نروح السعودية بقى، المصريين يهاجروا على السعودية عشان السعوديين اخواتنا ولازم نروح السعوديه. ومره نحضر موسم الرياض. طيب عمرو اديب مش عارف يقول ايه، فطبعا بعد فشل الموجه اللي هو عملها هو واخوه، فابتدى يقول ايه بقى؟ ركز معايا ركز معايا ركز معايا، اصل مش حلقه كده ونرفزه، ده كل حلقه كل كلمه ليها معنى. طلع قال لك ايه بقى الجديد؟ بعد 4 شهور هيحصل أزمة اقتصادية، وأنا وأنت أهو وهنشوف. طيب إحنا في شهر كام؟ أقول إيه؟ إحنا في شهر كام يا جماعة؟ شهر 6، بعد 4 شهور ده اللي هو شهر إيه؟ شهر 10. طبعًا إحنا عارفين في كل سنة من 80 سنة أو من 100 سنة أو من 300 سنة، في وقت دخول المدارس اللي هو شهر 9 وأول 10، بتبقى الناس جاية من مصيف داخله على مصاريف المدارس والكتب والهدوم بتاعه الاطفال، فالناس يعني بتبقى يعني على اخرها الشهر ده. فطبعا هتخش على السوشيال ميديا طبعا تفضفض وتقول المصاريف غاليه وزي كل سنه. فطبعا ساعتها يبقى في غضب في الشارع المصري. فساعتها عمرو اديب يطلع تقول شفت انا قلت لكم يا جماعه ان هيحصل ازمه اقتصاديه والناس هتتعصب، كان المفروض نعمل حاجه، كنت سمعتوا كلامي. فطبعا هو عشان كده قال 4 شهور، ولما يوصل ل4 شهور يقول لك بقى انا قلت لكم بقى، نرجع بقى لعماد اديب قال 2023، نعيد المقاله بقى ونقراها اللي هيحصل في 2023. فهو عايز المصريين يتقشفوا، وعايز ومش عاجبه الحكومه انها بتطمن الناس، عايز المصريين نتقشف بمعنى نتقشف. طب ليه تونس ما تتقشفش يا عمرو؟ ليه السعوديه ما يحصلش فيها تقشف؟ ليه السودان؟ ليه العراق؟ ليه المغرب؟ ليه اسبانيا وانجلترا؟ ليه روسيا؟ ليه اوكرانيا؟ ليه اليابان؟ ليه الصين؟ ليه ما فيش ولا دوله في العالم بتعمل تقشف؟ ليه مصر بس اللي عايزه تعمل تقشف؟ يعني مش فاهم. عشان نخلي سوق الاكل والشرب بس شغال، وبقيه الاسواق بما فيها السياحه والفنادق والترفيه وصناعة السيارات والعقارات وما تشتغلش، ونشغل سوق الأكل والشرب بس ونتقشف، فالسوق يقع بقى فيحصل خراب. ساعتها بقى إيه؟ هو هيبقى مبسوط. يعني إحنا ساعتها هندور كده يا جماعة، عمرو أديب وعماد أديب قالوا لنا كده، ده البلد خربت، ندور عليهم ما نلاقيهمش.
انهم بيعملوا ايه عمره في السعوديه او بيغطوا موسم الرياض. فنرجع مين عمرو اديب يا جماعه ومين عماد اديب. خلينا في عمرو اديب، شغال مذيع مصري شغال في قناه سعوديه، قناه ام بي سي مصر. السعوديه دوله شقيقه وكل حاجه، بس عشان هم جنبنا فبرضه بينافسونا في السياحه، بينافسونا في الاقتصاد. فيعني بقى في ادوات كده بيشتغلوا عليها، زي ايه؟ بيحاول يضايقك كده، زي قناه العربيه مصر تطلع تقول مثلا على الناس اللي في العريش المهجرين رجعوا، مش عارف هو في مهجرين سافروا ورجعوا، رجعوا فين؟ انتوا ايه الجزيره؟ خلاص العربيه مصر بقت الجزيره، مصر بقت الجزيره مباشر مصر، انتوا بتقولوا ايه؟ ومحدش طلع اعتذر عن الكلام ده، كان مراسل ساعه الهجمه الارهابيه اللي في سيناء. فانا مش عارف مهجرين ايه اللي مشوا ورجعوا، مش عارف. وبرده فدي قناه سعوديه. طيب في مصر بقى قناه ام بي سي مصر يطلع برضو يخوف الناس من الاقتصاد المصري السنه دي والسنه الجايه، في عز ما مصر بقت مركز اقليمي، بتعمل اتفاقات مع كل الدول البحر المتوسط، وبقت مركز اقليمي عالمي في الطاقه، في عز ما مطلع قمر صناعي جديد، في عز ما علينا فلوس بمليارات الدولارات، مصر بتعمل انها سددت التزامات عليها مش عارف ب 10 مليار دولار الكام شهر اللي فاتوا، ولا ب 20 مليار دولار مش فاكر، سامحوني يعني في الموضوع ده. في عز ما البنزين مغليش في مصر، وفي عز اللي فيه مشاريع بتتبني، وفي عز ما احنا طالعين من كورونا ولسه بنشم نفسنا وحاجات متأجلة وبنبدأ نشتغل تاني، وفي عز المشاريع دي كلها وان الدنيا تمام والسياحة ابتدت ترجع والفنادق على اخرها في شرم والغردقة وفي القاهرة وهنا وهنا، بدل بقى نسمي كده ونرجع نشتغل بعد كورونا احنا كنا قاعدين في البيت، لا يجي بقى واحد يقول لك زي عماد اديب السنه الجايه الناس هتروح ليبيا والسودان، وعمرو اديب يقول لك انهيار اقتصادي هيحصل قريب. ليه مستند على كده؟ على ايه بقى؟ ان امريكا الاقتصاد بتاعها وقع، هو شايف كده. يعني انا في امريكا اهو المحلات والشواطئ والمطاعم والمولات على اخرها، والناس بتفتح فروع وشركات، والبيوت اي بيت بيتعرض للبيع الناس بتشتريه، وناس بتبني بيوت جديده وعقارات جديده، السوق ماشي والدنيا غليت وبرده السوق ماشي. وانا قلت كده في فيديو قبل كده. وفي مصر برده الدنيا غليت شويه في حاجات، لكن الناس برده بتشتري وبتبيع والسوق ماشي تمام. فهو مستند بقى ان امريكا اقتصادها وقع والناس بتاكل بعضها في امريكا وجاعت، فخلاص الدور جاي علينا يعني. فطبعا انت يعني ايه اللي بقناه ام بي سي مصر، شوف اي قناه امريكيه هتلاقي ماتشات وهتلاقي احتفالات، وهتلاقي بيعملوا احتفالات كبيره في وعروض للجيش والشهر الجاي، وهتلاقي ماتشات السله والجولف والسباقات والحفلات والسهرات والمطاعم والشواطئ والسفريات والخروجات والمشاريع فتفتح ام بي سي مصر تاني تلاقي ايه؟ امريكا الناس بتاكل بعضها واقتصاد وقع، فمصر بقى الدور جاي عليها. تقلب القناه الامريكيه تلاقي الدنيا تمام ومفيش اي حاجه. فانا مش فاهم يعني، تصدق المصريين في امريكا، ولا تصدق مثلا تخش تفتح التلفزيون على القنوات الامريكيه ما تلاقيش فيه اي حاجه؟ تصدق مين؟ تصدق عمرو اديب؟ فعمرو اديب مذيع في قناه سعوديه ليها توجهاتها وسياستها. بكرة يجي مذيع تاني سعودي او مصري او مغربي يحل مكانه في ام بي سي مصر، ويعني محدش يركز معاه قوي يعني. بس خلاص فهمنا يعني لما يبقى في قناة بتتبع لدولة بيبقى ليهم سياستهم، ساعات بيبقى بيشتغلوا سياسة، ساعات بيشتغلوا اقتصاد، ساعات بيطلعوا اشاعات، ساعات بيعملوا مناورات واشاعات وحاجات ظريفة كده. فخلاص يعني احنا حطينا يعني علمنا على الموضوع ده. كنت عايز اقول تاني حاجة برضو، يعني الموجة دي هتخلص، انا بقى شايف حل برا الصندوق خالص. الموجة بتاعت عمرو اديب وعماد اديب دي هتخلص لو حاجة واحدة حصلت، لو في اي صحفي كبير في مصر كلم المصري اليوم والوطن
واليوم السابع والتلفزيون المصري ان هما كده كل اسبوع ينزلوا خبر عن تركي آل شيخ وانجازاته والفكر الجديد اللي هو بيعمله في السعوديه في موسم الرياض. لو كل اسبوع في خبر نزل على تركي آل شيخ كده والناس بتشهره كده وتتكلم عليه وتطبله كده على طول زي ما عمرو اديب ومهيب بيعملوا، تمام، وان الراجل ده لازم يعني حاجه كده قدوه، ها، ساعتها الموجه بتاعه الهجوم على مصر في العربيه مصر وام بي سي مصر هتقل. فده حل بره الصندوق. انا ما اتكلمتش طبعا على اي حاجه تانية، في حاجه في حلول تانية برضو في نفس السكه، ها، في الزيارات المرتقبه من الرئيس الامريكي مثلا في السعوديه، الكلام ده كله، بس انا مش هتكلم في المواضيع دي. فيعني انا شايف يعني لو الاعلام المصري ابتدى يتكلم عن انجازات تركي آل شيخ الموجه دي هتقل، والاقتصاد بقى بتاع 2023 هيبقى 10 على 10. و ايه تاني؟ والناس بقى مش هتروح ليبيا ولا السودان، المصريين بقى هيروحوا بقى ايه؟ هيروحوا دهب وهيروحوا شرم وهيروحوا يشجعوا السياحه الداخليه ويستثمروا والبلد هتبقى كويسه وجميله وزي الفل. فمعلش في امراض نفسيه كتير انتشرت في المجتمع يا جماعه بين رجال الاعمال، فمعلش معلش يعني خدوا عمرو اديب وعماد اديب على قد عقلهم. كمان عايز اقول حاجه، مش معنى انا مش بعمل فيديوهات دي عشان مشاهدات، انا ممكن يكون في 500 واحد بس اللي بيشوفوا الفيديو بتاعي، بس انا يهمني صوتي يوصل لمصر عشان في جهات معينه بتشوف فيديوهات من الناس كلها وبتشوف الراي العام. مهما في ناس في دول شقيقة وفي إعلامهم حطوا السم في العسل، لو طول السنة معاك، وحتى لو مصريين، ها، لو طول السنة معاك بيجي يعني انت شايفه كأنه بيجاهد في سبيل الله، وفي 5 دقايق بس خرج على النص وبيعادي مصر في إشاعة واحدة بس في السنة، ففي جهات بترصد الموضوع ده كويس، تمام، وبتحط ايه علامه كده عن العمل كده. فانا شايف عماد اديب وعمرو اديب للاسف انهوا حياتهم الوظيفيه بشكل قذر، والمصريين، مش انا بس بعمل فيديوهات ضده، في فيديوهات كتير قوي، تمام، يعني والكومنتات والكلام هجوم غير عادي عليهم. ف يعني في ازمه اقتصاديه، يعني مش كان في ازمه، مش كان الدولار ب 5 جنيه وبقى ب 18 جنيه؟ هل المصريين راحوا يسافروا لليبيا والسودان ومصر وقعت؟ ها يا سيدي، هيبقى ب 25 جنيه، الناس مش هتبيع مصر وتسيبها وتروح ليبيا والسودان. ها المصريين في العدوان الثلاثي، ها، فرنسا واسرائيل وانجلترا، ها، حاربوا وانتصروا، ها، وعمروا بلدهم، وفي 67 قعدوا في مصر ومحدش هاجر وخدوا حقنا في 73 وعمروا بلدهم تاني. ولو حصل أزمة كورونا الناس قعدت، ها، وخلت بالها من بلدها وساعدوا الأطباء والمستشفيات والتزمت بالقوانين وبالتعليمات لحد ما الحمد لله الدنيا مشيت، ومصر اللي بيقولوا عليها انهيار اقتصادي ده، ها، اللي بيقول انهيار اقتصادي هيحصل للسنة الجاية ده ولا بعد 4 شهور، مصر قسمت اللقمة كده مع الدول العربية والأفريقية والأسيوية والأوروبية والأمريكية، ها، كنا الطيارات رايحة جاية بالدواء وبالعلاج وبالأكل والشرب، وبنعمل كده واحنا فرحانين عشان إخواتنا في العالم، في عز ما كل واحد بيقول يلا نفسي. هنقع عشان، وانت عارف، بتخوف الناس يستثمروا في مصر، بتخوف الاجانب يستثمروا في مصر، بتخوف المصريين ان البلد هتقع كمان 4 شهور. ما هو بقى السنه الجايه الناس ما فيش اي اجراءات، فقول لهم كمان شهرين، كمان 4 شهور، فخلي الناس تصبر 4 شهور بقى لما تشوف عمرو اديب ونهايه العالم اللي هتحصل بعد 4 شهور. فخسر بقى مصر. وبعد اسبوع بقى هات حمزه نمره، ناسف، هات حمزة نمرة وحفلات السعودية والناس مبسوطة هناك، فالناس بقى تشوف برنامجك لما تيجي تتكلم عن مصر تجيب لي الناس اكتئاب، والفرحة الوحيدة بقى في الوطن العربي والعالم هو موسم الرياض، صح؟ فهي قناة سعودية مذيع مصري بيشتغل فيها،
ممكن يشتغل في السعودية في الاستوديو في مصر عادي جدا. فلازم كل واحد يتحط في حجمه. وعمرو أديب، أحمد موسى، أي مذيع مصري، مفيش الدولة ما بتقولش رسائل من المذيعين المصريين. عشان بس في الفترة بتاعت الثورة كان في ناس فاكرة إن توفيق عكاشة المخابرات وراه وعمرو أديب بيقول رسائل من المخابرات والدولة المصرية بتقول رسائل من خلال أحمد موسى. الناس دي شغالة عادي جدا، محدش وراها. فالناس دي بتغلط أهو، وشفنا واحد أهو بيغلط وبيعك وواقف ضد مصر وبيطلع إشاعات على مصر. ها؟ ودي بقى رسائل من الدولة المصرية. بالعكس، الرئيس السيسي طلع في الفترة الأخيرة قال لك إيه؟ قال لك أنا بشجع الاستثمار الخليجي في مصر، في عز ما في حملة تانية بيخوفوا الناس من إنها تستثمر في مصر. فإذا عمرو أديب لا يعبر عن توجهات الدولة المصرية، ده مذيع عادي تمام، عشان الناس في الدول العربية والخليجية وفي العالم ما يفتكروش إن في رسائل غير مباشرة أو مباشرة بتتم من خلال عمرو أديب من خلال وراه بقى المخابرات أو الدولة المصرية أو كده. فكل واحد يتحط في حجمه وما يعيش أو ما يعملش دور مش دوره. والناس ابتدت تطلع الساحل وشرم والغردقة وبتصرف، هي أزمة اقتصادية وانهيار اقتصادية. ده يعني مش سامعينك من الدي جي يا عمرو تمام، وهتطلع على اسكندرية والناس هتطلع على راس البر وجمصة ودهب ونويبع والعالمين. أزمة اقتصادية ايه؟ ايه الناس هتتزنق شوية عشان مصاريف المدرسة في شهر 10 بعد 4 شهور يعني؟ عادي. وفيها ايه؟ عادي. وفيها ايه؟ بس عايز اعرفك بس اللي بيقول لك معلومات من امريكا وبيقول لك ان الدنيا هنا ضايعة وبيجيب لك معلومات من امريكا عن الوضع الاقتصادي، هو بس يعني عنده قصر نظر شوية او نيته وحشة او بيضلك. لا، هو انت ما بيضلكش لانك انت عارف الكلام ده غلط وبتعند وفي حد قاصد ان يخليك، مش هقول لك بقى الموساد والكلام الفاضي ده، بس يعني انت بتشتغل في قناة سعودية بتنافس مصر في السياحة وفي الاستثمار. فيعني يكفي مصر، الاهلي والزمالك بيتنافسوا، السعودية ومصر مش هيتنافسوا ويخلوا قناة زي ام بي سي مصر والعربية مصر تبقى أداة للمنافسة دي. صباح الفل، وأتمنى ان الناس تراجع نفسها عشان كده هيبقى وحش. شكرا وتحيا مصر، وبشوفك بعد 4 شهور يا عمرو ان شاء الله. ساعتها برضو مش هيحصل حاجة وهتتكلم في موضوع تاني عشان تداري العك اللي انت بتعمله انت والقناة بتاعتك. يلا، السلام عليكم يا جماعة، واشوفكم على خير ان شاء الله.